لسباقات الهجن، حيث هذا المهرجان الغالي على قلوب الجميع، حيث التحديات والمنافسات الأصيلة من أجل الظفر بالنوماس الغالي في أقوى المهرجانات وأعتاها، حيث تعلن الانطلاقة في هذه اللحظات، انطلاقة الشوط الثالث للإبكار الثنايا من مسافة 6 كيلومترات، حيث الشعارات الزاهية والأسماء الرنانة التي تزين أرضية ميدان الطايف. على بركة الله نرحب بكل الشعارات، بكل الأسماء الحاضرة والمتواجدة من أجل النوماس الغالي. بدأنا وعلى الله توكلنا مباشرة مع المركز الأول لنتابع الصدارة، لنتابع مقدمة الشوط، والمركز الأول أتابع لبابة حمد بن محمد بن علي الشراب مقدم لنا شعاره مع المركز الأول، بينما المركز الثاني القادمة في هذه اللحظات أتابع دستور مرحبا يا أبو ريان صالح بن بني بن صالح البلوي يقدم لنا شعاره مع المركز الثاني، بينما المركز الثالث الحضور والقدوم تابع الشعار القادم السفينة هادف بن حمد بن عفصان المنصوري قادم مع المركز الثالث، بينما المركز الرابع الحضور والانضمام وتابع مياسة علي بن سالم بن علي الصعاق هو الحاضر مع مياسة مع المركز الرابع. المركز الخامس الحضور والوصول وتابع القادمة شغب عليان بن سويلم بن مسعود الفحيماني الحويطي هو القادم مع شغب. هكذا هو هي النتيجة للخمس النجوم، للخمس العمالقة المعلنين للتحدي الأول. نعود إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول وإلى الصدارة. الله يا أبو ريان، أبناء تبوك الورد يتقدمون مع الصدارة، ليتقدم صالح بن بني البلوي يقدم لنا شعاره، يقدم لنا اسم خطير واسم كبير. دستور دستور هي المنطلقة مع الصدارة ومع المركز الأول، بينما القادمة مع المركز الثاني أحضرت في هذه اللحظات ووصلت السفينة هادف بن حمد بن محمد بن عفصان المنصوري هو قبطان للسفينة، يقدمها مع المركز الثاني، بينما المركز الثالث الحاضرة بشعار الحويطية قادمة شغب عليان بن سويلم بن مسعود الف حيماني الحويطية مقدم لنا شعاره، احد الابكار الثنايا المصنفات لهذا الشوط يقدمها الحويطي، بينما المركز الرابع القادمة بكل قوة أتابع القادمة والمنضم جبارة خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي. مرحبا بأهل الإمارات، مرحبا بالأشقاء، بينما المركز الخامس الحضور والوصول أتابع خيال حمد بن جار الله البريدي هو الحاضر مع خيال مع المركز الخامس. ياهو تحدي ما بين
بين الثنايا، ما بين الثنايا، ولكن نعود إلى الصدارة وإلى دستور. دستور بإنجازاته صالح بن بنية البلوية يقدم لنا دستور مع المركز الأول ومع الصدارة بإنجازاتها العديدة، بينما القادمة السفينة بن عفصان هو القادم مع المركز الثاني، يقدم لنا شعاره، يقدم لنا السفينة مع المركز الثاني. المركز الثالث القادمة والمنظمة شغب، شغب هي القادمة، شغب تتحرك بكبرها، تتقدم شغب مع المركز الثالث في هذه اللحظات. عليان بن سويلم الف حيمان الحويطي هو القادم، بينما التدخل في هذه اللحظات أتابع الشعار القادم. روز هي القادمة، هجن سعودي برونكس للمالك قاسم بو ناصر حمد بن راية المري في عملية التضمير وفي المتابعة. نعم يقدمها العالمي في هذه اللحظات، ياهي تحدي، ياهو اسماء، ياهي شعارات خطيرة وكبيرة، ولكن الفوز وين؟ الفوز وين يا اهل الثنايا، يا اهل الابكار؟ العودة الى الصدارة وهجن سعودي برونكس، من تحتل المركز الاول؟ تقدم لنا روز، روز مع الصدارة العالمي حمد بن راشد بن راية المري. من يتابعها؟ من يتولى عملية تضمير روز مع المركز الاول ومع الانطلاق الاول؟ السفينة مع المركز الثاني. الله يا بن عفصان يقدم لنا شعاره مع المركز الثاني، يقدم لنا السفينة، السفينة وهادف بن حمد بن عفصان المنصوري قادما بكل قوة بشعار لا يخفى على الجميع، بشعار خطف من الرموز ما لا يعد ولا يحصى. الله يا بن عفصان. بينما المركز الثالث الحضور، بدأت الأسماء بالاقتراب لتشتد المعركة في هذه اللحظات القادمة. القادمة في هذه اللحظات سندة عبد الله بن محمد بن غازي العتيبي يقدم لنا سندة مع المركز الثالث. المركز الرابع شعارك يا البريدي يقدم لنا خيال، خيال قادمة حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي هو القادم، وشعارك يا القرشي بدأ يقترب في هذه اللحظات. أحد الممثلين لميدان الطائف يقترب في هذه اللحظات، يقدم لنا شعاره، يقدم لنا ريوف حسين بن علي بن محمد القرشي. مرحبا يا القرشي، مرحبا، مرحبا بهذا الشعار. يا هي اسماء خماسية يا اخوان، كما تتابعون هذا التجمع وهذا الانطلاق الكبير ما بين اهل الثنايا. الفوز وين؟ الفوز وين؟ النوماس وين؟ تحدي كبير، تحدي خطير ما بين هذه الرباعية على خط واحد. بدأوا ينطلقون في هذه اللحظات الكبار والعمالقة، ولكن سندة، 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 سندة يا العتيبي، سندة يا العتيبي بدأ يغادر في هذه اللحظات. والقادمة مرحبا يا فريحة علي بن زنيفر الغفراني المري. أمتار قاتلة، أمتار حرجة، ولكن سندة، 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 سندة وفريحة، فريحة بن زنيفر، بن زنيفر بدأ بالمغادرة، بدأ بالمغادرة. الله، الله يا فريحة، الله يا فريحة مع الصدارة ومع المركز الأول. علي، علي، علي بن زنيفر الغفراني المري غادر بالفوز، غادر بالسلام، غادر بالسلام. الله على فريحة وإنجازات فريحة وبطولاته وشعارك يا بن زنيفر لا يخفى على الجميع. سلام يا بن زنيفر.
نيفر سلام سلام يا فريحة سلام على هذا الفوز والانتصار الكبير. المركز الثاني وصل شعار حسين القرشي، والمركز الثالث وصلت خيال حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي، والمركز الرابع وصلت مع المركز الرابع متابعينا الكرام سنده وعبد الله بن محمد بن غازي العتيبي، والمركز الخامس إذن متابعينا الكرام تهانينا والناموس افريحة افريحة افرحت جماهيرها ومحبينها. التوقيت الزمني ولحظة الوصول 9:24 94 جزء من الثاني. تهانينا لعلي بن زنيفر بن ناصر الغفران المري المركز الثاني. اوصلت ريوف متابعين الكرام حسين بن علي القرشي وتوقيته الزمني 9:28 65 جزءا من الثانية، بينما اللي احتلت المركز الثالث أوصلت خيال بشعار البريدي حمد بن جر الله بن علي بن حسين البريدي توقيته الزمني 9:29 13 جزء من الثانية. تانينا والناموس والمركز الرابع أحضرت سندة بشعار العتيبي، والمركز الخامس أوصلت مع المركز الخامس متابعينا الكرام السفينة هادف بن حمد بن عفصان المنصوري. تانينا والنوماس لجميع الفائزين. أنقل المايك والكلمة للزميل المبدع دائما سلطان بن يحيى العطوي.